السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر يوسف، نرجع لكم في حلقة جديدة. طبعا هذه الحلقة الثالثة من سلسلة لعبة كراش. طبعا بعد ما هزمنا دكتور انجن في الحلقة الماضية اللي هي الحلقة الثانية، المهم قناع اللي يشبه برتقال جاء في هذا المكان، فنشوف ايش اللي راح يصير. لا تنسوا تحطوا لايك المقطع. عالم القراصنة، جينا في مكان كله قراصنة. واي كراش لا تطيح. اوكي ابدأ. اشوفهم هذولاك فوق بعض الحين. ايه هذا كيف اضربهم؟ هذا ما يضرب. شوف اشكالهم عمات. ايش هذول الفيران فوق بعض؟ اوكي اخذ هذه وهذه، كسرها مثل ما تعودنا. البوكسات الخضراء راح تنفجر بعدين في نهاية المرحلة. في بوكس هناك لو ضغطنا عليه راح يفجرنا كل البوكسات الخضراء. المهم خلنا الحين نيجي هنا. اوكي ضربت الاثنين، انكسر هذيلا. نيجي هنا، زين في نار، كسرنا هذه. لازم اكسر اللي فوق، حلو، وبعدين نصعد. حلو ما في غير شيء، نكسر هذا البوكس نكمل. ترى هو التحدي انك تحصل كل البوكسات. اذا حصلت كل البوكسات ايش اسوي الحين؟ اوه اخطبوط، شوف الاخطبوط كيف متنا. مبين هذا الاخطبوط انه ما ينضرب، فاحسن لي اروح عنه. ايوه راح يروح لين هناك، و ما اتوقع انه بيجيني. ايوه ما جاني. تخوف هذه المرحلة. اوكي هذا ايش يسوي؟ ايش يسوي هذا؟ سلايد، اكسر هذا البوكس ونمشي. زين طبعا في هنا بوكسات، في شريط هنا انا ما اعرف كيف افتحها، بس يمكن بعدين نجي. بسم الله نبدا. يلا امشي، ناخذ كل البوكسات، ناخذ كل شيء. حلو، في تفاحه ذهبيه اخذناها. نرجع هنا، نرجع هنا، نكسر البوكسات، ننزل تحت على اليمين. اشوف في مكان سري بس ما اعرف كيف اوصل له. زين ناخذ هذا البوكس، ناخذ هذا البوكس، ننزل تحت، ناخذ هذا، كسر كذا. امورنا طيبه، امورنا طيبه. ناخذ هذا، ننزل تحت مره ثانيه، نركب فوق، ننزل تحت، نركب فوق. والله ترى بهذلونا. وصلنا هذا المكان. لحظه وانت فاهم انفجروا. شوف سرطان البحر قدامي. شوف ايش لابس. هاف مال اللي في قلوب. اوكي ابي شي فوق. انزين نكمل الحين. اعوذ بالله، تعال ضربته. نكسر البوكسات. حلو ننتظر، ننتظر هذاك يجي بعدين نروح، لان هذا يطيح. حلو يس هاي. نكسر كل شيء، لان اذا فجرت البوكس الاحمر راح يضيع علي التفاحات، راح يخرب علي اني ما اخذهم. اوه انفجر في راسي، بس ان الامور طيبه. لا سرطان البحر، لا ايش هذا؟ انا في مشكله كبيره. اوكي اوكي زين نسوي تشيك بوينت نجي، لكن راح ارجع لان اظني في شيء هناك. انا ما اعرف كيف للحين اني حي والله. الحمد لله للحين انا حي. تعال وين راح يوديني هذا؟ اوه جابني البدايه. اوه زين رجعني والله هنا. انزين الحين الاستفهام، هنا التحدي. جينا مال الاستفهام. 22 بوكس
انزين. وش هذا الحركة الحين؟ اوكي كيف هذا الحين نسوي؟ يخوف. سويتها. اوكي اللي بعد الحين عاد هنا المشكلة. راح علي البوكس ذاك. اها شفتوا كيف؟ هذا الحين كيف؟ هذا راح يفجر مخي. اتوقع بنرجع له بعدين. بنرجع لهم بعدين. حلو. 1 2 3 4 5 نكسر هذا. هذا هو اللي راح يفجر كل الاشياء الخضراء. هذا اخر بوكس. خلاص 22 من 22 الحمد لله خلصنا. ك ونكمل زين. بعد الموضوع يخوف بعدين ندخل تحت يودينا اماكن كذا. اوكي في شيء هنا وين راح يودي؟ هيدن جيم. اعطاني الماسه والله. في اشياء مخفيه يعني. روح انت وهابك. اوكي اول شيء راح نسويه نخلص من هذا البوكس. ثاني شيء نسويه نفتح البوكسات المخفية. بس والله هذا لو ايوه خلاص وصلت. نحن الحين كذا اخذنا كل البوكسات اللي موجودة هنا. لازم ارجع في اشوف بوكسات عند الاخطبوط. في بوكسات عند الاخطبوط. لكن هذا لو ضربني ضربة واحدة خلاص. ارجع يا اخطبوطي. ارجع يا اخطبوطي. اطلع تعالوا لا يضربني. بس. خلصنا. نكمل طريقنا. نتفادى هذا. بسرعة بسرعة بسرعة. اوه وصلنا. اتوقع انا كده بخلص المرحلة. بس ما اخذنا كل الماسات. بسم الله الرحمن الرحيم. والله انا بخلص بسرعة. وام وصلت. ما اعرف هل راح اخلص كل البوكسات او لا. واحد اثنين ثلاثة اربعة. اتمنى اني اخلص كل شيء ولا بزعل ولا بزعل. وين بوكسات الباقية؟ مستحيل يا اخي. 173 وين البوكسات الناقصة؟ كيف افتحهم كلهم يا اخي؟ صعبة؟ تراني رجعت وعدت المرحلة من بداية. خذيت كل البوكسات خذيت كل شيء. حصلت بوتي سيكر اللي هو سكين القرصان. طبعا لما نخلص كل شيء راح يعطينا سكين. شو سكين؟ حصل قرصان بما ان احنا مكان قراصنة. راح اكمل كقرصان. مسكونا ذيلا. من هذا؟ أول مرة أشوفه. ساعدنا والله هذا.
اوه مسكوهم كوكو كراش. بس من هذه الشخصية الجديدة؟ وفي سفينة ورايحين في البحر ما اعرف مودينهم والله. هذه واحدة جديدة هي اللي راح تنقذهم. اوه والله نلعب فيها شخصية جديدة تشوت بدل والله حلو صراحة. اوكي يلا لازم انتي تنقذي كراش. لا لا قوية هذه. اوه هوك شوت ما ادري ايش سويت لها. بلعني لحظة لحظة حبيبي هذا يبلع والله سويت شيء دوره. اوكي خلنا كده لهذا والله هذه قوية. اقدر اضرب البوكس من بعيد. هوك شوت يا سلام. ها قوية هذه قوية والله. انزل نصعد الى الاعلى نركب السفينة ناخذ البوكس. الحين ايش يا اخي هذه سبايدر مان. في ماسة هنا ايش بيطلع سكاكين من تحت الارض. في شيء فوق شفناه. ايوه يا سبايدر مان ايوه يا سبايدر مان. بردقة لحظة لحظة نتفاهم شفتنا خوفني والله. ازن يا الله عليها هذه قسم بالله. ليش كراش ما يصير كذا؟ ضربنا هذا هذا ضرب ضرب من فوق لازم. وش الحركة الحين؟ وين نروح؟ اها في بوكس هناك جبنا البوكس. نو ابلع ما في شيء فوق. لازم اضرب هذا. شوفوا كيف شكلها هذه. الحين كيف اوصل هناك؟ ايوه. اوكي ايش هذا؟ هذا يطيح هسه يطيح هذا. بس ما قلت لازم اوصل السفينة اللي فيها كراش. ما في شيء ورا. الله يخوف. بسرعة يا قرش لا تاكلني. كان بياكلني القرش والله. خذ انت سبايدر مان تايم. والله هذه تطفرهم. اوكي الحين تعال في باب هنا. وش تسوي الباب؟ تتا فجر كل البوكسات راح ودينا فوق. يلا قربنا نوصل عند كراش. ايوه اخذنا كل البوكسات نركب هنا كراش انني قادم.
اوكي اشو عايز تارجت وصلنا بوكسين بوكسين بس كان ناقص لي كراش لا تشوف عليه يساعدي يلا نساعد كراش تانا اسمها You're not from our universe. It's good to see you guys. It's been a long time for me. We lost touch in your universe too, huh? Yeah, you could say that. What did we like die or something? What? No. Nope. No. No. Definitely not. So how are things in your dimension? بس تشبههم كلهم نفس الشكل. Bunch of evil scientists attempting interdimensional domination. Huh? So what you collecting? Crystals, gems. Ooh, fun. Well, good luck with that. Wait. خلتهم. Sorry, I fly solo. اوه صح يطير وحده. Lend a hand where I can. In fact, I already have. باي باي. لا تزعلوا بتجي بعدين. طيب فتحنا هذا المكان. احساسي ان هذه المرحله بتكون حلوه. المرحله هذه بالفعل حلوه. ايوه يا قرصان ايوه صرت قرصان انا. حلو شكله يا اخي. عاشو ياه جاك القرصان هنشوف هذا كيف اهم شيء البوكس النار هذا البوكس النار فخ سلايت ايه في قرش يضرب من بعيد اوكي ضربته هذا الحبل جايني يلا ليش احس ان بتكون صعبة المرحلة اوكي لا لا لحظة اوكي نكسر هذيلة ناخذ التشيك في تشيك بوينت ناخذ التشيك بوينت هذه سفينة شوفنا لحظة امزح معي و الله سفينة والله اتحكم فيها حماس عشان قرصان اوكي زين وصلتنا هنا داش باك في تشيك بوينت وفي استفهام نرجع للاستفهام خلينا نشوف كيف اللغزنا الحين عاد واحد انا برجع مكاني جميل 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 لا علاقة نفسي ليش الحين خلاص هذه هي بسويها فتحنا طريق بس الحين الصعوبة عاد يا عمر لحظة لا تنفجر فيني الحمد لله رب العالمين اوكي اوكي نحاول ناخذ كل شيء كل شيء نحاول ناخذ بس سهل كان عاد الحين ايش هذا؟ اوكي ليش احس نفسي اني بتورط احس نفسي ما في شيء هنا الحين ايش هذا كيف يا قرش لا تسوي الحركات معي
صعب صعب صعب. لحظة لازم احتاج اني اركز. يا قرش يا قرش. لا كيف؟ لا تقتلني ارجوك. والله انه صعب. في اخطبوط هناك. لحظة انا ما اعرف ايش جايز يصير. الحمد لله وصلت. اوكي هذا بيبلعني. وصلنا عند اللي يبلع. انت وين اختفى؟ وين اختفى؟ اوكي سفينة مرة ثانية. سفينة مرة ثانية. في قنابل. اهم شيء لازم ما نروح عندهم. لا ايه يا بنفجر. والله بنفجر فيني كان. لحظة ايش انا؟ نوس وصلنا. كمل ابو قبدة. جاني ابو قبدة. اشتقنا ابو قبدة. وينك يا ابو قبدة؟ اعوذ بالله مر جنبي والله كان. اوكي شفتوا كيف؟ في بوكسين كان مستخبين هناك. حلو حلو حلو. والله المرحلة ترى حماسية. ابلع انت ابلع سمك. اوكي لحظة لحظة. لا خبطها يا اخي. قبل فيها هنا فيها شوية تكتيكات. فيها هنا تكتيكات. بوم. حلو حصلنا تشيك بوينت. ترى صعب. انا بحاول الحين اني ما اموت. تركيز يا عمر. شوفوا كيف اجتزنا اول مكان يعني مكان ثاني. اهم شيء الدوام ما تبلعنا. هذا المكان الثاني. احلى شيء ان هذول يفجروا نفسهم. لازم نجتاز مكان ثالث. اجتزنا مكان الثالث. هذا فجر نفسه. هذا الحين مشكلة. هذا الحين وش يسوي فيه؟ والله جاي لين عندي. جاي لين عندي. اوكي اوكي تعال الحين. الحين ما يقدر يجي. خلصنا. اوكي تشيك بوينت. وصلنا هناك النهاية. حلو يلا نروح. الشو هذا اللي طلع لي سمكة. كيف اضربها بعد؟ لا كيف اضربهم؟ كيف اضرب؟ ايش اسوي الحين؟ طلع لي اثنين. انا اها هذه اياديها. لازم اخليهم يضربوا ذيله. اوكي اوكي فهمنا اللعبه. فهمنا اللعبه خلاص. اخر شيء اخر شيء. ركز يا عمر ركز يا عمر ركز يا عمر. باي باي. خلصنا. حلوه المرحله. ما خلصنا البوكسات كلها. وميت مليون الف مره. الزعيم كراش.
الله كأنك ملك القراصنة. أوه وصلنا عند هذا. أكانو، old dark matter himself. A careful crash. He's heavier than. Oh, you're awake. All right, two masks down, two to go. Feeling a little less panicked. I was at a 10 before. Now I'm at a solid, let's say, 9.78. Oh, yeah, these bandicoots are here to help. Bandicoot. Follow. Short Follow. And to the point. Love this guy. هذا بيودينا في داهية يا عز. ولا هل خلصنا؟ والله خلصنا، فتحنا مكان جديد. ايوه وكذا ننتهي من حلقة اليوم. ان شاء الله نشوفكم في الحلقة الجاية عشان نكمل في هذا المكان. اهم شيء لا تنسوا تحطوا لايك على المقطع. السلام عليكم.